E il prossimo incontro che Il incontro è? prossimo incontro è l'incontro con un uomo che lavora nella catena del traffico di uomini. Lo possiamo definire un trafficante nel senso che è parte di quei meccanismi che insieme formano la catena del traffico di uomini. Lui si occupa di portare le persone al punto di imbarco L'anello della catena stava, quindi lui? finale. L'anello finale accompagna i migranti giunti sulla costa o che già sono sulla costa nei punti di imbarco, dove altre persone si occuperanno di metterli sui gommoni o sui barconi, come stiamo vedendo. Hanno ricominciato a partire le barche alla volta dell'Europa. حاليا معظم المهاجرين المقيمين في ليبيا يعني موجودين بطريقة شرعية أو غير شرعية، يحاول إنه يشتغل في ليبيا بيكون ميكانيكي أو أي شغل تاني، يعني يجمع مجموعة فلوس مش من جاي معاه فلوس، يعني إن الأوضاع الأمنية في ليبيا غير مستقرة، بيحاول إنه بأي طريقة إنه يوصل لأوروبا. حاليا معظم الشغل يعني موجودين في ليبيا، يعني مش مهربين من الجنوب، من المناطق، فحتى الأحداث الأمنية هي ما خلتش يعني الاستقرار. حاليا معظم المهاجرين اللي موجودين في ليبيا، مع التضييق الأمني اللي صاير لهم في ليبيا من جهاتها رسمية أو يتعرضوا لعمليات سرقة وانتشال وكذا الأمور هذه، يعني يحاول إن هو يخرج بأي طريق، حتى ولو كان إنه فكرة إنه هو ما كانش يبي يهاجر، يبي يقعد في ليبيا وأحسن، يعني فهمت الشغل في ليبيا. Come funziona il traffico di uomini? Tu organizzi i gommoni prima che partano, un minuto prima che partano in mare, giusto? المهمة في العادة تكون يعني محدودة، هي ما يعني نهاية الشغل، يعني النقطة الختامية بيوصلها إنه يوصل لآخر نقطة، كل واحد دوره معين. أهم شيء تسليم المال، يعني بيكون قبل كل شيء، يعني قبل حتى الصعود. لا مش بالشكل هو القطعي، يعني في مجموعات تانية اللي هي الترحيل النهائي، ممكن أنا موصلة للنقطة هي وبعدين يتم تركيبها، بس يعني مش وبعدين الجماعة يركبوه، يعني هذه هي بدون يعني تعمق قلب يعني بالموضوع. Quanto costa oggi un viaggio? ما فيش حد معين، انك تتصادف انت وميليشيات كل يوم، ممكن تتفاهم مع واحد في الطريق يجيك تلقى واحد تاني، يعني تعرف انت بوابات مختلفة وكذا، ما فيش سعر محدد. لكن عموما من عادة يعني من 3000 ل 4000، نقولوا احنا دينار ليبيات او 2000 دولار او 2000 يورو. Ti è mai capitata una cosa che ti ha commosso, che ti ha turbato, che ti ha fatto pensare che non fosse la cosa giusta organizzare quel viaggio? ما صارش انا موقف قدامي، يعني ممكن مرة بس نتاع الصور هذيك الغرقة، هي كانت موترة شوية يعني تضخيم إعلامي، لكن في النهاية أنت تحقق له في مطلب هو يبيه، يقول لك أنا ميت ميت، ما عندهاش شرط لما بيجي بيركب، ما عندهاش شرط عليك إن هو بيقول لك كذا، هو عارف من اللحظة اللي هو دفع فيها من طلق فيها، يقول لك أنا ميت في بلادي أو ميت في ليبيا بأي طريقة، يعني هذا رهان، يعني زي رهان عنده هو كشخصي، هو اللي يخليك ممكن تستمر في يعني توصل، ومش مسؤول انت عليه في النهاية، يعني هو مسؤول، يقول لك انا مسؤول عن نفسي، انا فوتني فقط، وصلت اوكي ما وصلتش اوكي، يعني هذا هو، يعني هو المهاجر اصلا من عدم يعني طالع، انا شغلنا التاكسي يعني. Tu hai usato tante volte la parola lavoro. Quando vedi tutti questi morti in mare, ti senti colpevole o innocente? عنديش علاقة، أنا نوصل فيه للي هو يساعد أنه هو يحقق حلمه وخلاص، ما هو يبي يوصل، وعارف أنه فيه يعني طريقة النقل هذه، كلهم عارفين أن العادة المهاجرين ما عندهاش شرط يعني معين، ما يشرطش عليك، يقول لك أنا نبي نركب وخلاص. E
Ti capita mai di andare a prendere qualcuno dentro i centri di detenzione? ما يفكنا من السؤال فوت